بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 15 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل يجوز أن يصلى على آل البيت ويسلم منفردين، أم يصلى ويسلم عليهم ملحقين بالنبي. يعني هل يجوز أقول مثلا الحسين عليه الصلاة والسلام، الحسن عليه الصلاة والسلام، أم لابد أن أقول سيدنا رسول الله وآله عليهم الصلاة والسلام يكونوا ملحقين؟ فهمت؟ مذهبان، ذهب كثير من الفقهاء والمحدثين، ومن المحدثين على رأسهم الإمام مسلم والإمام البخاري، على أنه يجوز إفرادهم بالصلاة والسلام. يعني ممكن تقول علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام، أو عليه الصلاة والسلام. وربنا بيقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وعليكم إن الذي نزل في الأمة وهم غير إيه؟ غير الأنبياء. ولا شك أن آل البيت هم خواص هذه الأمة، لأنهم شرفوا بالإسلام وشرفوا بزيادة الإسلام العلقة النسبية بهذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم، والذي لا يسيء الله في نسبه أبدا. يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب، فيحسن خاتمتهم إدخالا للسرور على أبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نلاحظ هنا أي الفضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، أفرادها بالصلاة والسلام، على المذهب القائل بجواز إفرادهم بالصلاة والسلام، خلافا للوهابية تبنوا المذهب الآخر. الوهابية تبنوا، لكن هو الحقيقة هم مذهبان بلا تعصب، لكن جاء الوهابية وتعصبوا للمذهب الآخر ولم يجيزوا المذهب الأول، وهو إفرادهم بالصلاة والسلام. فهم؟ لكن هو الحقيقة أن العلماء عندهم المذهبان جائزان، علماء يستحسنوا هذا وعلماء يستحسنوا هذا، ولم يقل أحد بحرمة ذلك، بل المسألة هل يجوز أم الأولى، يعني المسألة خلاف من باب الأولى وعدم الأولى، وليس خلاف في الحرام والحلال. ومعلوم أن سيدتنا فاطمة النبوية بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي أفضل نساء العالمين كما أخبرها صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا هي فضلت أخواتها؟ لماذا فضلت سيدتنا زينب وسيدتنا رقية وأم كلثوم وكلهم من بنات النبي ومن خديجة، يعني اتفقوا في النسب، لماذا هي فضلت باقي أخواتها؟ لأنها هي الوحيدة التي عاشت بعد نبينا، فكان حزنها على وفاة أبيها في صحيفتها. أما أخواتها فماتوا في حال حياة أبيهم، فكانوا في صحيفة أبيهم. ولا شك أن الصبر على صدمة فراق النبي ترفع قدر الإنسان فوق غيره ممن لم يصدم هذه الصدمة. فلما كان وفاة أبيها في صحيفتها رجحت على أخواتها أمنا فاطمة، وعاشت بعد أبيها 6 أشهر ثم توفاها الله، لم تتحمل، مرضت منذ وفاة أبيها واشتد مرضها على مدى 6 أشهر فماتت صغيرة في السن على أرجح الأقوال في عمر يناهز 25 عاما.
عليها الصلاة والسلام، وجعلها الله سبحانه وتعالى هي أصل السلالة النبوية. يعني كل بنات النبي لم يعقبن حتى يكبر أبناؤهن ويكون لهم ذرية، أما أبناء فاطمة فخرجت الذرية الشريفة منهم ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام. سيدتنا فاطمة كانوا يسموها أم أبيها من شدة حبها لنبيها للنبي، وهو أبوها، كانت تحبك وتحن عليه كحنان الأم على ابنها، فسموها أم أبيها. وكان النبي يجلها ويحبها، وإذا دخلت عليه كان يقوم لها ويقبل يدها وتقبل يده ويجلسها على عباءته، فكان كثير الترحاب بها. وكانت مشيتها من بعيد تشبه مشية أبيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى بيوته لا يدخل على زوجاته قبل أن يمر على فاطمة وسيدنا علي ويرى الحسن والحسين، فكان يمر عليهم صباح مساء صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا قرة عين له صلى الله عليه وآله وسلم. ماتت بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وغسلها سيدنا علي بيده زوجها. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ مذهب سيدنا علي يجوز ذلك، وعند الشافعية يكره إذا تيسر النساء، إذا تيسر النساء، لكن الراجح أنه يجوز وليس بالكراهة له أن يغسل زوجته، لأنها ما زالت زوجة له حتى بعد وفاتها. فغسلها سيدنا علي وصلى عليها ودفنها ليلا دون أن يخبر باقي الصحابة. واختلف في دفنها، هل دفنها في حجرتها خلف أبيها أم دفنها في البقيع؟ معظم أهل السنة يقولون أنه دفنها في البقيع، وقلة منهم، وأنا أرجح، وأنا من هذه القلة، أرجح أنه دفنها خلف أبيها في حجرتها في المقصورة الشريفة. والله تعالى أعلى وأعلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 60 بعد 406,000، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد، قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب. ما قالش علي بقى، لما كان زعلان ما قالش اسمه. إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. عرضوا بني هشام بن المغيرة، وهو إيه؟ أبو جهل، بعدما أسلموا، أن يزوجوا سيدنا علي بن أبي طالب ابنتهم، ابنة بني هشام بن المغيرة، علشان يبقى ليهم شرف إيه؟ مصاهرة علي الذي صاهر النبي، هم يريدون هذا. فجاءت سيدتنا فاطمة ابنة النبي تشتكي أن علي يفكر في ذلك، فلم يتكلم النبي مع علي بل جعلها خطبة أمام الناس، يدلك على عظم قدر فاطمة عند نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني كان ممكن يجيب علي يقول له الكلمتين دول بينه وبينه خلاص انتهى، لا، ده يدلك على عظم قدرها وأن قضاها يهم الأمة كلها. يعني ما يحزن فاطمة يحزن الأمة كلها، كونوا يخطب على المنبر دليل على أن
ما يحزن آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحزن الأمة كلها. فوقف على المنبر وقال هذا الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم: فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، يعني لا أحل لهم ذلك. وفي روايات: إني لا أحرم حراما، لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا يجمع الله ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله على رجل أبدا صلى الله عليه وسلم. قال ذلك، يعني إيه لا أحرم حلالا؟ يعني أنا لا أحرم حلالا من عند نفسي ولا أحل حلالا من عند نفسي. فممكن يبقى يحرم الجمع أو الزواج على بنات النبي. فهمت ازاي؟ يفهم هذا. في علماء في امور كده وانا افهم كده، في علماء تانيين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا ليس من باب تحريم تعدد الزوجات مطلقا، ولكنه هو مباح، الا انه لا يحب ذلك لابنته. فالعلماء فيهم كده. ولذا ذهب العلماء الذين ذهبوا إلى فهم أنه يحرم بإذن الله ويحل بإذن الله، إن هو إلا واحد، أنه يحرم الزواج على فاطمة وكذا بنات النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرط على زوجات أزواج بناته قبل أن يتزوجوا ألا يتزوج عليهن امرأة أخرى، وفعل ذلك مع خديجة أمهم. النبي لم يجمع عليها ذرة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ذهب بعض العلماء إلى أن هذا التحريم خاص بفاطمة فقط، وبعض العلماء قالوا أنه أيضا ببناتها إلى يوم القيامة. يعني كل من تزوج شريفة النسب يحرم أن يعدد عليها امرأة أخرى، يعني إيه؟ من باب حرمة أمها فاطمة. وهذا يدل أيضا على أن إيذاء النبي بأمر حلال حرام من الكبائر، لأن التعديد تعدد الزوجات حلال، أحله الله لرجال الأمة. فلما كان هذا الأمر حلالا وكان يؤدي إلى إيذاء فاطمة، وإيذاء فاطمة إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن استعمال الحلال الذي يؤدي إلى إيذاء النبي حرام خلافا لسائر الأمة. يعني أنت لو استعملت أمرا حلال فتأذى آخر فهذا لا يحرمه إلا للنبي، بس خاص بالنبي. يبقى لا يجوز استعمال الحلال الذي يؤول إلى إيذاء النبي، أما مع سائر الأمة فيجوز لك أن تستعمل الحلال الذي قد يؤذي غيرك. يعني ممكن تبني بناء مثلا في أرض أنت تملكها يسد الريح عن مثلا بناء اخر لجارك، لكنك استعملت حقك فهو ملكي ابني فيه، فلا يحرم عليك ذلك، بالرغم انك ان بنى عليك باستعمال حقك انك اذيت غيرك. فاذا استعملت المباح فادى ذلك الى ايذاء الغير، هذا لا يؤثمك الا اذا كان متعلق بالنبي، يبقى يحرم. فهمت بقى؟ ودي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، أن كل ما أدى إلى إذائه ولو كان مباحا حرم من الكبائر. ولذا شفقة على علي بن أبي طالب النبي لا وجد أن الزواج على فاطمة يؤذي فاطمة، وإذاء فاطمة إذاء للنبي، فشفقة على علي نصحه، وإلا يهلك، لو آذى النبي يهلك. يبقى دي النصيحة كانت لصالح علي فضلا عن أنها كانت لصالح فاطمة أيضا، لأن إيذاء النبي كفر وإيذاء غيره حرام. إيذاء النبي كفر وإيذاء غير النبي حرام. فلو أذيت مسلما هذا من الكبائر، طب ولو أذيت نبيا هذا من الكفر. فإيذاء الأنبياء كفر وإيذاء غير الأنبياء حرام. فإنما ابنتي بضعة مني، يعني قطعة مني، قطعة يريبني يعني يهمني ويؤذيني. يبقى رابة
يعني ايه؟ هم. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وعن أبي قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. يبقى تخصيص فاطمة بالأحكام دون سائر النساء دليل أن لها مزية خاصة. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده جاب لك هذا الحديث في أول فضائل فاطمة، أنها لها أحكام مخصوصة بها. لما خصت فاطمة بأحكام دون سائر نساء الأمة دل على أنها مخصوصة عن سائر نساء الأمة. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وعن أبي قال حدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد ابن كثير قال حدثني محمد بن عمرو ابن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه علي بن الحسين وسيدنا علي زين العابدين أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، يعني بعد مقتل الحسين عليه السلام، لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت لا، فقلت له لا. قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، يعني بلغت الحلم بالغ يعني، فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. دينها يعني في علاقتها بزوجها، يعني تكره زوجها لا تحسن خدمته بعدما تزوج عليها. يبقى الفتنة في دينها هنا يعني في طبيعتها مع زوجها وفي خلقها وسلوكها مع زوجها. وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. ذكر صهرا له اللي هو أبي العاص ابن المغيرة زوج سيدتنا زينب وابن خالتها، بيقول انه هو صدقه في وعده انه لا يتزوج على ابنته فاوفى بذلك. فازاي علي مش عايز يعمل زي ابو العاص؟ فهمت؟ فعلشان كده ذكر ايه سيدنا ابو العاص زوج سيدتنا زينب وهو ابن خالتها وزوجها انه لم يتزوج علي لان النبي شرط عليه ذلك وانه وفاه شرطه، فكيف يفعل عليه بذلك؟ وسيدنا رسول الله لم يشرط على علي ان يتزوج على فاطمه عندما تزوجها، على انه كان علي يعلم ان النبي شرط على ازواج بناته الاخريات، فعلي يعرف هذا الشرط فلم يجدده. فتعجب الرسول ازاي يعمل كده علي؟ يبدو ان هم الحوا عليه اولاد ايه ابي جهل حتى يعني يخرصوا من ايه من خسه نسبهم لعدو الله، فيكون لهم صهارة مع إيه؟ مع علي بن أبي طالب ليعلوا شأنهم. لابد أنهم ضغطوا على سيدنا علي، فسيدنا علي كاد يردخ ويوافق، بس مجرد أنه ما فكر الدنيا اتقلبت والنبي طلع على المنبر وجعلها قضية عامة تهم الأمة، دليل على أن آل بيت النبي هؤلاء لهم من الشأن ما يهم الأمة على مر العصور. فربنا سبحانه وتعالى يؤدبنا بأدابهم وارزقنا حبهم واحشرنا في زمرتهم. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس
فأثنى عليه في مصاهرته إياه، يقصد طبعا إيه أبو العاص بن المغيرة زوج زينب، فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، يبقى دليل أنه وعده ألا يتزوج على إيه زينب فوفى له. وحدثني فصدقني لأنه لما جاء أسيرا في بدر كان كافرا أبو العاص، وأسر من ضمن أسرى بدر زوج زينب، فلما النبي صلى الله عليه وسلم فداه قال له أرسل إلي زينب، وكانت زينب لسه في مكة، فصدقه ووعده، ولما عاد إلى مكة أرسل إلى سيدنا رسول الله زينب ابنته، فعشان كده كان إيه كان يثني عليه في حسن أخلاقه ووفائه بوعده. ثم أسلم بعد ذلك أبو العاص، بعد ذلك أسلم وحسن إسلام. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، أي من عند نفسي، كأنه هنا بإيه يعني أن هذا الأمر أمر من الله، لا يتزوج على فاطمة ده أمر من الله مش من عند نفسي، كأنه بيقول كده. وبعض العلماء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا المعنى، بل يقصد أنه ينصح علي ألا يؤذي فاطمة لأن هذا إيذاء له. طب ما هو إيذاء النبي حرام، يبقى المعنى الأول أولى، فهمت بقى؟ وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، أي من عند نفسي، بل هو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هو النبي لما يحلف على كده دليل إن ده حكم من عند الله، ده حكم من عند الله، ده حكم قدري كده، قدري شرعي، ربنا ما يجمعش أبدا بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل أبدا. لا، أولاده أسلموا، كل أولاده أسلموا، أبو جهل مات كافرا في بدر لكن أولاده كلهم أسلموا وحسن إسلامه. فأرادوا أن هم يتخلصوا من خسيسة أن أبوهم كان عدو الله وعدو رسول الله، أن يزوجوا أختهم لسيدنا علي عشان يبقى في نوع من الصهارة، يعني أرادوا أن هم يعملوا كده، لكن هذا لم يرده الله ولم يمكنهم منه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، زي ما قلت لك يبدو أن سيدنا علي خطبها بناء على إلحاح منهم، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل، راحت تشتكي له سيدنا فاطمة. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، يعني أنكحت زينب فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. طبعا سيدنا علي ارتعب، عملية مرعبة يا عمي، ده عملية كفر وإيمان، أصل إيذاء النبي ده مش مسألة معصية، ده كفر وإيمان، ده مسألة خطيرة، فهمت؟ يبقى كان نصيحة سيدنا رسول الله لعلي هنا لمصلحة علي ليس لمصلحة فاطمة نفسها كمان، لا لمصلحة علي نفسه، لأن لو أذى النبي فقد كل علو مقاماته التي ادخرها الله له، فهمت؟ وسيدنا علي كان حريصا على إيمانه، حريصا على محبة النبي، حريصا على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل ما يرضي بقى أخوات بأبي جهل يرضي النبي أولى، فهمت؟ هو كان هيتجوزها إرضاء لهم، مجاملة لهم يعني. وعن أبي قال وحدثنيه أبو معن الرقاشي قال حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه،
وعنه به قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابيه ان عروه بن الزبير حدثه ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمه ابنته ده في مرض وفاته دعا فاطمه ابنته واجلسها بجواره وكلمها سرا دعا فاطمه ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشه فقلت لفاطمه ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فاخبرني بموته فبكيت ثم سارني فاخبرني اني اول من يتبعه من اهله فضحكت يعني اول واحد هتموت بعده فضحكت يعني فرحت. طبعا الروايه هنا فيها اختصار لان ستنا فاطمه قالت لها ما كان لي ان اقول سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاه رسول الله بمده عده شهور سيدتنا عائشه ألحت على ستنا فاطمه بانها تخبرها فاخبرتها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده فيه نوع اختصار. وعن ابي قال حدثنا ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحده فاقبلت فاطمه تمشي ما تخطئ مشيتها من مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشبه مشيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما راها رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما راى جزعها سارها الثانيه فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار ثم انت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت افشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق. هي ام المؤمنين، ستنا عائشه ام المؤمنين امها، مش كده؟ فبما لي علي من حق الامومه لان انا ام المؤمنين، تقولي لي بقى قال لك ايه؟ ودي دليل على حرص سيدتنا عائشه انها تعرف كل ما خفي من امور هذا النبي المكرم المعظم وحرصها على طلب العلم. فضلت فاكرة السؤال ده مش عايزة تنساه لحد ما راحت ألحت حتى تعرفه. يبقى الإنسان يكون حريص على طلب العلم، حريص على أنه لا ينسى السؤال الذي يهمه حتى ولو مر عليه شهور طويلة وسنوات حتى يأتي الوقت الذي يعلمه. فده دليل حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم. قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدث ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت. يبقى هو سرها بثلاث حاجات بقى، لما تجمع الروايات يبقى سرها بثلاث حاجات. سرها أنها سيدة نساء العالمين، وسرها أنها أول أهله لحقا به، وسرها أن هذا هو مرض وفاته الذي يتوفى بعده. إذا سرها بثلاث حاجات، فهم؟ بجمع الروايات يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا أحاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة
فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. واسمها هند. قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يعني سيدنا سلمان الفارسي بينصح أبو عثمان، بيقول له لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، يعني لا تمكث في السوق كثيرا يعني بقدر الحاجة، ولا تمكث فيه كثيرا. لماذا؟ لأنه هذا هو معركة الشيطان، لأن الشيطان معركته الدنيا والتنافس في ربحها، والسوق هو التنافس في ربح الدنيا والتجارة، فدي معركة الشيطان يدخل فيه في الأسواق الحلف بالكذب وأحيانا الغش التجاري وكل هذا من المحرمات، ويدخل فيه أيضا الطمع في ربح الدنيا، وهذا أيضا يؤثر على علاقة الإنسان بربه أحيانا وبغيره من الناس من التنافس والتناحر وغير ذلك. ولذا كانت شر البقاع الأسواق وخير البقاع المساجد، فالإنسان ما يروحش السوق يتسكع كده يقول لك أنا هنزل هتفرج. طب انت ما تنزلش السوق الا اذا كنت عايز تشتري، انما تنزل السوق تتفرج كده كده ما يصحش. ليه بقى؟ لانه مراتع الشياطين، وبعدين يعلق قلبك بامور الدنيا حتى احيانا تشتري ما لا تحتاجه، يبقى بتضيع وقتك. ما تنزلش الا لما تبقى محتاج حاجه. كان زمان تبقى انت محتاج الحاجة تروح للراجل تقول له ناولني كذا انا عايز كذا، دلوقتي ما بقاش في راجل ده يعرض لك الحاجات وتمر فيها زي السوبر ماركت الكبيرة، هي اللي بتعرض نفسها عليك مش انت اللي بتدور على حاجتك، ده البضائع هي اللي بتعرض نفسها عليك وتراودك عن نفسك، فتجد نفسك نازل السوق عشان تشتري جبنة ترجع جايب بضائع بألف جنيه، وانت نازل كنت عايز جبنة بس مراتك قالت لك انا هات لنا جبنة، البيت ما فيهوش جبنه، تنزل تجيب لها. مش دي بتحصل؟ تخش سوبر ماركت ناوي تجيب حاجتين ثلاثه كاتبهم في ورق، تلاقي البضائع تغريك، خد من هنا وخد من هنا وخد من هنا وخد من هنا، وتزق العربيه الحساب تك 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 تك، بعد ما كنت عامل حسابك هتجيب حاجه ب 10 جنيه تروح دافع 1000 جنيه. فاهم؟ يبقى الاسواق فيها ايه؟ فيها تعلمك الشرع، والشرع دي مش من طبيعه المسلم. واللي بدع هذه الاسواق اللي هي السوبر ماركت اللي بالطريقه دي اليهود، واليهود فنانين في التجاره وفنانين في اخذ الاموال من الناس. فهمت ازاي؟ ثم انتشر بعد كده في ايه؟ في سائر بلاد المسلمين. لكن كان زمان الواحد يروح عند عم عبده البقال، يا عم عبده اديني بربع جنيه حلاوه وبنص جنيه جبنه وجزاك الله خير سلام عليك، يحلفهم لك وانت عندك ماشي، وما تعرفش بقيه البضايع اللي عند عم عبده. واخد بالك؟ فما تبقاش مخيول بحاجه، لكن دلوقتي لا. فالبضاعة هي التي ايه؟ تغريك وتعرض نفسها وتلح عليك. فهمت بقى؟ فناخد بالنا من الحكاية دي.
فعشان كده سيدنا سلمان الفارسي حكيم من حكماء هذه الأمة، من حكماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فبينصح بقى إيه تلميذه ده أبي عثمان، بيقول له إيه؟ قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. لأن الشيطان معركته إيه؟ إنه هو يغريك بأمور الدنيا وزينتها وبما لا تحتاج منها كمان، ما دي شغل الشيطان، فيشغلك بما لا تحتاجه ويشغلك بما لا فائدة فيه، وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية، تنفع بكسر الدال وفتحها، دحية ودحية. كان يأتي سيدنا جبريل كثيرا في سورة دحية الكلبي، وهو من أجمل الصحابة سورة، فكان لما يأتي في سورة بشر يأتي في سورة دحية الكلبي. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. وطلع أن دحية ده جبريل، عرفت أن دحية ده جبريل لما النبي أخبر على الخطبة بما أخبره دحية في المجلس، قال: أخبرني جبريل، فعرفت أن دحية اللي شاهده ده كان جبريل في سورة دحية. وده برضو كرامة كبيرة لها أن ترى الملك، رؤية الملك من ضمن الكرامات الكبيرة، وأن الإنسان يرى الملك في صورته الإيه المتمثلة في صورة حس، لكن في صورته الحقيقية لا يستطيع الإنسان أن يرى الملك في صورته الحقيقية، إلا أن الله أمكن نبينا من رؤية جبريل في صورته الملائكية كما خلقه الله عليها مرتين. لكن غير سيدنا رسول الله لا يستطيع أن يرى الملك في صورته الملائكية، لكن يرى في صورته المتمثلة زي تمثل لها بشرا سويا، فهمت؟ يبقى يأتي في صورة مثال، يبقى يجوز رؤية الملك في المثال وليس في الحقيقة. باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زينب بنت جحش، وعنه بيقال: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: أخبرنا طلحة بن عيسى يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. يبقى طول اليد معناها كثرة العطاء لله. وقعدوا يقيسوا لقوا إيد سودة أطول، وبعضهم قالوا لا ده إيد حفصة أطول، من حيث الحس بقى، واخد بالك؟ سودة بنت زمعة. وفي الآخر، وكانت سودة بنت زمعة كانت ايه اجسم امهات المؤمنين، يعني من حيث الجسم والضخامة كانت هي اضخم واحدة في امهات المؤمنين، ستنا سودة بنت زمعة. فلقوا ان طول ايه ذراع سودة هو ده، لا ده اطول، كأنه ترزي بيقيس طول الكم. وفي الآخر لقوا زينب هي اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ان اطولكن يدا بمعنى اكثركن صدقة، فدل على ايه على فضيلة ايه هذه الزينبة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، ونفعنا الله بهم جميعا وحشرنا في زمرتهم وشفعهم فينا. ونقف على باب من فضائل أم أيمنة رضي الله عنها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.